التشييع نعم لناظم شاكر نعم يليق بناظم شاكر كان؟ والله أستاذ نبيل بصراحة غير. إحنا طبعا بالنسبة لي أني أخوه، ونيابة عن عائلته ونيابة عن أخويا كاظم أبو أحمد، إحنا نشكر نادي القوة الجوية اللي قام به من تشييع ومجلس عزاء، فما قصر النادي ومشكورين، ولحد الآن نحن نشكرهم على اللي قاموا به، ولو هو يعني ابن النادي، هذا واجبهم تمام واجبهم، لأن هو ابن النادي وخدم النادي سنين طويلة. صح زين، صح فاللي قاموا به فتشي هذا من ضمن واجبهم، بس مع هذا يشكرون عليه، وهذا فتشي ينذكر. تمام ولكن عتبي عليهم أنا وعائلته، يعني من ناحية المواعيد اللي توعدوا به على تعيين ابنه وعلى استمرار راتبه. للأسف للأسف، أنا أقول للأسف، مع تحياتي وتقدير واحترامي لقائد القوة الجوية والهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية والفريق القوة الجوية، ما نفذوا اللي قالوا. ليش قالوا انه وعدوا؟ وعدوا على انه تعيين ابنه، على انه راتب، الراتب 3 اشهر طول راتب، 3 اشهر طول راتب، وبحضور اقرب الناس اليه رفيق دربه يعرف هذا الشيء، 3 اشهر وقطعوها. وصار له سنه واربع اشهر 5 اشهر، فقط 3 اشهر انطوا. هو احنا ما نقول لك ده نطلب او نست او نستجدي. لا بالعكس، الحمد لله شكر طبعا يعني انا الله، وهذه بس كلام انتم طيتوه، وهو ابنكم وبناديكم، وهو يا ما رفع اسم هذا النادي. صح، زين. والجمهور شفنا سوى جمهور القوة الجوية على ناظم شاكر بالتشييع، هو على من اعلام. وبعدين هو من كان ينزل الفريق، انا كنت احضر والاحظ ينزلون اللواعب، هو يبقى بي في الطبع يبقى اخر واحد، ينزلون اللواعب واحد واحد، الجمهور يصفق يصفق، ومن وراء ثواني ينزل هو اخر لاعب الملعب، يعني مو اقول لك هو ولكن حب الجمهور له، حب الجمهور له وتقديرهم له، وهو كان في وقته يعني فشيء مهم كلش بالفريق. تمام، فهذا قصدي يعني، ما وفوا يعني للاسف، مجرد 3 اشهر وانقطع كل شيء، لا ابنه ولا راتب لحد الان، والحمد لله شكر. احنا يعني مو نقول لك يعني، بس لا هي بصراحه يعني هي هاي الرساله الثانيه لاداره القوه الجويه. يعني بالحلقات الاولى من سيره نجم ايضا زوجة الكابتن المحترم ناطق هاشم ايضا ناجدت، قالت 3 اشهر وتنقطع فترة سنة وترجع شهرين ثلاثة وتنقطع فترة سنة وماكو راتب، واليوم ناظم شاكر. يعني هاي الأسماء ما راح تخسر يا قائد القوة الجوية إذا تعين ابنهم براتب اليوم. أنا ذهبت لشعراء كثير، أكو شخصيات وقادة لهم اسمهم ومكانتهم، تبرعوا ونطوا كلمة ووفوا لأولاد الأشخاص اللي توفوا ورفعوا اسم البلد، من الشعراء من الشهداء من غيرهم. اليوم ناظم أحمد دحام، ناطق هاشم، ما تستخسر براتب 750 أو مليون إذا أنت تحسبه لابنه. أقد لاعب عندك ب 300 و400، أعتقد يعني 10 ملايين بسنة للشخص، 30 مليون 3 أشخاص، أنت راح تكسب أجر، أنت الناس راح تدعي لك، أنت راح يكون لك موقف. فأتمنى هاي الرسالة إنه يا قائد القوة الجوية، اليوم النجم اللي يموت اللي يروح الدار حقه، تعرف وزارة الشباب والرياضة تقطع حتى المنحة عليه، فممكن أنتوا البيت الثاني لهاي النجوم أنتوا همين تقطعون. فأتمنى هاي الرسالة توصل للمحترم قائد القوة الجوية، موقف ما تنسى منه أبو فهد. موقف ما أنسى من ناحية أبو فهد، أنا معاصر بحياتي الآن يا قريب من ناحية العمر، قريب عليه مدارس وما مدارس ومتوسطات وهاي الشغلات وأحداث منطقة وغير منطقة، بس أنا موقف ما أنسى هي، وألف رحمة على روحها يا ربي. جاء هذا شهر رمضان، الله ينور قبره ويوسعه ويكتب له الرحمة والمغفرة بهذا اليوم يا ربي. وموقف أبو فهد، أنا كان شوية أنا يعني شوية خلاف على شيء بسيط، فابني أنا عائلتي بتركيا، تمرض ابني، تمرض مرض خبيث، فأنا كنا ما نتحاشى،
فأخوي الأكبر أبو أحمد كاظم مخابرة قايل له وناظم عنيد وناظم ما ينزل راس وناظم صلف وناظم ما يعني يريد عزة نفس عزة نفس ويريد عزة نفس. نفس شخصية ويريد الشخص المقابل هو اللي يروح له هذا طبعا أنا أخوه عفه تمام المهم فكان خلاف بينه وبينه شيء بسيط يعني على فت شيء بسيط أي فمن أخوي الكبير كاظم أبو أحمد قال له ترى سالم ابنه هيش وهيش صاير بيه مرض وأنا أبد ما أتوقع يجي لأن أعرف طبعه ونفسيته وشخصيته أي العصر ما أشوف إلا باب البيت مالتي يدق بالباب ويبكي أبو فهد هو وأخويا كاظم أبو أحمد ونسيبه أبو أحمد وابنه فهد ابنه فهد قال له يا بتر عمي سالم هيش ويش ابنه رامي ايه فلما فتحت الباب لقيت ناظم بالباب دي يبكي أنا بصراحة يعني تسألني غير مستحيل أقول يسويها بالباب يبكي ودخلت جوا وقعدته وطبطب على ظهري أقول يا الله والله كريم وإن شاء الله هذا مرض إن شاء الله يزول حنين أبو فهد بشكل 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 فقلت لك يعني هذا موقف ما أنسى أنا ما مصدق لحد الآن ما مصدق ناظم يجي لأن أعرف أنا شنو ناظم أنا قريب إلى بالعمر ودائما كنت وياه قبل بالطفولة كلها والمدارس وكلها بالمنطقة فلما شفت باب البيت يعني قلت سبحان المغير الأحوال ويبكي ودخل بالبيت وظل يبكي ورادي خابرة تركيا قلت له لا تخابره انت تخابره ده تبكي بس ذاك بهذا المرض يتأثر زين فهذا موقف كلش ما انساه تمام تمام ويا رب يرحمه برحمة الله جاء هذا شهر رمضان وجاء اهل البيت الله يرحمه.